هبط مسبار كريوسيتي الأمريكي بنجاح على سطح المريخ لينهي بذلك رحلة استمرت أكثر من 8 أشهر منذ انطلاقه من الأرض في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي. الصور الأولى التي قام الجوال المريخي كريوسيتي بالتقاطها فور وصوله إلى سطح الكوكب الأحمر تؤكد أن هذه الأداة العلمية المتطورة قد أنجزت المرحلة المعقدة الخاصة بالهبوط على المريخ بنجاح وأن المهمة قد بدأت، وهذا ما دفع طاقم المهمة إلى الاحتفال والفرح. الاحتفالات التي شهدها مقر مختبر الدفع النفاث في كاليفورنيا جاءت بعد أشهر طويلة من انطلاق المسبار من الأرض على متن صاروخ أطلس V-541 في نوفمبر من العام الماضي لتدوم رحلته نحو 8 أشهر قبل الوصول إلى الدقائق الأخيرة التي سبقت الهبوط والتي حبس فيها العلماء وموظفو وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنفاسهم بانتظار استلام الإشارات الأولى من كريوسيتي. نأمل في أن يكون ملايين البشر قد شاركونا هذه المغامرة وهم الذين سيحملون الشعلة من بعدنا لاستكمال استكشافنا للنظام الشمسي. هذا المشروع كلف كل مواطن أمريكي أقل من $7 وانظروا للإثارة التي حصلنا عليها. يعد هذا المسبار من أكثر المختبرات العلمية تطورا من حيث التقنيات التي تم تزويده بها مقارنة بأي مهمة سابقة، وهو مزود بكاميرات من أنواع مختلفة وذلك لإعطائنا مزيدا من المعلومات عن جارنا الأقرب في المجموعة الشمسية، إضافة إلى معمل كيميائي وأداة لإطلاق أشعة الليزر تهدف إلى تحليل مكونات الصخور المريخية. هذا ويبلغ وزن هذا المختبر المريخي الجوال نحو طن، وهو مزود ب6 عجلات ويعتمد في عمله على الطاقة النووية. أما الهدف الرئيس من كريوسيتي فهو دائما محاولة الوصول إلى إجابات تخص سؤالا طالما راود أذهان البشر، البحث عن أدلة عما إذا كان المريخ يوفر ظروفا مناسبة لاحتضان أي شكل من أشكال الحياة سواء في حاضر الكوكب أو في ماضيه، إضافة إلى دراسة المناخ والجيولوجيا وجمع بيانات ستكون مفيدة للمهمات المستقبلية التي ستكون مأهولة. إياد أبو عوض، روسيا اليوم.